توينسل كل صباح النشاط الحيوية والأخبار الزينة للأبراج الفلكية. نبدأ مع الحمل إن شاء الله سي مراد، رزقك يدبر كيف ما غنى لطفي بوشنايق في أحلى صباح. والثور إلى وجع جديد اللي باش يكون عاطفيا، هو يحب الحب يعشق الحب، وإن شاء الله أياماتك باش تكون كلها حب. والجزي عنده الفلوس فرص مالية حظوظ كبيرة آخر أكتوبر، راهو طالع خير عليك. واليوم نجم نقولوا اللي الخطط متاعك كانت ناجحه وعلى قريب ارباح ماهيش متوقعه. والسرطان عنده احتفال مناسبه، ويكاند الجاي راهو للمه، واليوم راهو النهار نهارك، فما برشا تاثيرات ايجابيه وعلى قريب تحقق اهدافك المهنيه. حتى الاسد نهايه مرحله وبدايه مرحله جديده، وعنوان ليامات الجايه النجاح والتميز الابداع والحظوظ الكبيره. العذراء عنده رحله في عالم مهنه، فما منصب جديد راهو بشير النور ويعوذك ربي خير في المستقبل القريب. نتعدي وللميزان تكثر مشاغله وتتغير الأحوال، راهي الفترة هذه مهنية بامتياز. حتى العقرب راهي باش تتبسم له الأقدار، نهاير الحظوظ والأجواء الداعمة. والقوس سي مراد عنده ربح مالي، متألق القوس ماديا، راهي باش تتغير الأقدار وفما زادة اتصال من العزيز عليك. الجدي الويكاند الجاي راهو للراحة واللقاءات العائلية الممتازة، فما برشا أخبار حلوة في الطريق وتتحل زادة مشاكلك العائلية. ونتعدي وللدلو خطوته ثابتة نحو مستقبل أفضل برشا، يتخطى زادة برشا عقبات وعراقيل، يعيش أوقات ممتازة كيف كيف زادة، راهي الفرحة باش تنور حياته. ونختموا مع الحوت، نهاير اليوم راهو كلها لقاءات، فما برشا أفراح وجديد باش يكون مهنيا عنده الترقية والبشارة المالية.